أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، اليوم نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار، ولكن هذه المرة خارج الاستديو، بل هذه المرة خارج جمهورية تشاد. اليوم نلتقيكم في حلقة على ضفاف النيل من مدينة الخرطوم العاصمة السودانية، كما تسمى بالعاصمة المثلثة. نحن الآن في الخرطوم نقدم هذه الحلقة، ولكن بداية دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما سعادة السفير صالح حامد هجيرة، سفير جمهورية تشاد بجمهورية السودان. سعادة السفير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كما دعوني أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو الأستاذ غانم أبو بكر علي إمام، رئيس اتحاد الطلاب التشاديين بالسودان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، نحن التشاديين لدينا جالية كبيرة جدا موجودة في جمهورية السودان، وكما يتحدث الكثير من الناس بأن تشاد والسودان دولة واحدة، تشاد والسودان شعب واحد، تفصلهما خطوط جغرافية، وإلا فإن السودان وتشاد عبارة عن كانت دولة واحدة. نحن جينا اليوم في الخرطوم لكي نلتقي ونتفقد أحوال الطلبة التشاديين الموجودين فينا في السودان، كما نتحدث مع سعادة السفير حول العلاقات الثنائية بين تشاد وجمهورية السودان، إلى أي مدى وصلت هذه العلاقات حتى هذه اللحظة. نتحدث عن طاقم السفارة المتواجد في جمهورية السودان والخدمات التي يقدمها للطلاب التشاديين وكذلك للأسر التشادية المتواجدة هنا في جمهورية السودان. نحن سألنا الناس قبل تسجيل هذه الحلقة بأن كم عدد التشاديين المتواجدين في السودان، فقالوا نحن لا نعرف عددهم لأن التشاديين اليوم اختلطوا مع السودانيين. لو تشادي ماشي في الشارع السوداني لا تستطيع أن تعرف كونه هذا تشادي إذا لم يقول لك أنا تشادي، وهذا إن دل فإنما يدل على الترابط الموجود بين البلدين، بين تشاد والسودان، في ظل قيادة الرئيس عمر حسن أحمد البشير والرئيس إدريس ديبي إتنو. أكيد أن العلاقات الآن تشهد طابع جديد وطابع متطور وطابع متقدم. لا أريد أن أتحدث كثيرا لأن لدي ضيفين هما الآن يقيمان في جمهورية السودان ولديهم الصورة الكاملة، فأنا لا أعرف الصورة إلا من شخصيهما يحدثان عن هذه الصورة. بداية نبدأ بسيادة السفير. سيادة السفير، بداية نريد منك تحدثنا عن السفارة التشادية المتواجدة في السودان وطاقم السفارة المتواجد والعمل الذي يقوم به. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بأخ علي وببرنامج القضية للحوار، وفعلا هذا البرنامج أخذ يعني صدى كبير في مستوى المحلي وحتى المستوى الجاليات التشادية في الخارج، فهي قضية ربما البرنامج يعني من أهم البرنامج الذي يعني يطابع عنها عنه الكثير من التشاديين في البرة، وخاصة القضايا اللي تناقش فيها قضايا مهمة جدا. هذه نقطة مهمة، وربما أيضا أشجعك أنك أنت عندك جرعة ما شاء الله. شكرا. وطريقة الأسئلة وطريقة طرح الأسئلة وأيضا اختيار المواضيع، لذلك أشجعك ونرحب بك في الخرطوم. شكرا. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، اولا عندنا احنا في السفاره، هي سفاره فتحت اعتقد تقريبا في 1962، سفاره تشاديه في 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 في, في الخرطوم. نعم. و احنا في السفاره عندنا تقريبا حاليا عدد مختلف من الموظفين، ابتداء من الدبلوماسيين إلى مرورا بالأعضاء الإداريين وأيضا أفراد معينين محليا، أيضا يؤدون دور كبير، وعدد تقريبا عندنا في حدود 32 شخص من أمني ومن إداري ومن دبلوماسي ومن شخص أو من الأشخاص معينين لأداء يعني من سائقين وما إلى ذلك يعني. نعم. عدد عندنا تقريبا 7 دبلوماسيين، 7، وعندنا 7 إداريين مساعدين للإداريين،
مساعدين للدبلوماسيين معينين من تشاد طبعا. وعندنا تقريبا 21 يعني من المحلين، من الأمني، من الرجل الأمني، ومن من المحلين التشاديين وما إلى ذلك يعني. نعم. من الأفراد الجالية أيضا معينين عندنا، والعدد ما شاء الله يعني عدد كبير جدا. جميل. ونحن في حدود يعني توسع كبير للسفارة يعني. جميل. سيادة السفير، إذا كان بداية تحدثنا عن الطاقم الموجود في السفارة، لكن بالنسبة للعلاقات التشادية السودانية، كلمنا عن العلاقات التشادية السودانية من الجانب السياسي، وصلت أين وصلت؟ العلاقات السياسية طبعا علاقات أنواع، وبالأخص العلاقات السياسية هي طبعا علاقات قديمة جدا تاريخيا، وإن حدثت مرات سوء تفاهم ربما، لكن هي علاقات جزيرية وعلاقات أخوية. أقرب، نحن أقرب يعني للسودان، والسودان أقرب للتشاد بحكم يعني التداخل القبلي، وبحكم التاريخ المشترك، بحكم كمان روابط أسرية كبيرة جدا. ولذلك العلاقات السياسية يعني اليوم في قمة التطور، والأخ الرئيس إدريس ديبي يتنو والأخ الرئيس عمر أحمد حسن البشير يعني أعتقد من أعزاء، وأعتقد من الأقرب الأقربين الرؤساء، اليوم يلتقون في حتى يعني خلال الأيام يتبادلون الحديث عن طريق وسائل الإعلام، التليفونات، ومن عن طريق زيارات متبادلة. وبالدليل أن الرئيس يعني سنة 2000 أعتقد 16 الرئيس إدريس ديبي زار أكثر من يعني 4 مرات في 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 خرطوم، والرئيس عمر حسن البشير حضر أيضا، شارك معنا في افتتاح التنصيب الرئيس. نعم. ولذلك زيارات متبادلة بحكم مستوى العالي. والدليل أيضا في عام 2017. نعم. فحصل تقريبا احنا في شهر رابع يعني حصل تقريبا أكثر من 3 وزراء. نعم. وحصل وفد أيضا حزبي ووفد من عمدة مدينة أنجمنة. نعم. جميل جميل. يعني 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 نستطيع أن نقول أن العلاقات السودانية التشادية الآن في أعلى مستوياتها. نعم. نعم. جميل. جميل أعلى جدا. مستويات، ونحن مسؤولين على التطوير والتعزيز هذه العلاقات. جميل جدا سيادة السفير، دي كمقدمة. الآن ننتقل إلى رئيس اتحاد الطلبة التشاديين بجمهورية السودان. السادة المشاهدون، كما تعرفون أن لدينا طلبة كثيرين جدا الآن في جمهورية السودان، والاتحاد اللي موجود في جمهورية السودان هو من أكثر الاتحادات الخارجية أو اتحادات الطلبة التشاديين اللي بدرسوا في الخارج، وعنده نشاط كبير جدا. فنستغل الفرصة اليوم نتحدث مع رئيس الاتحاد وهو أستاذ غانم أبكر الإمام. أستاذ غانم، حدثنا عن اتحادكم هنا في السودان ونشاطات التي تقومون بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أرحب بالإعلامي الكبير الأخ علي فاضل، وكذلك بسعادة السفير، ونحن ممتنون جدا لزيارتكم لمدينة الخرطوم، وأنتم هنا في حضرة النيل، في حضرة هذا الشاطئ الجميل، مرحبا بكم. وكذلك لا أنسى أو يعني أن أشكر مشاركتي في هذا البرنامج الذي وجد رواجا إعلاميا كبيرا من جانبكم. فأما عن الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان هنا، هو من أكثر الاتحادات، لا أقول يعني نشاطا أو تفاعلا، ذلك لأن المحيط الذي هو فيه، المحيط السوداني، يجعله كذلك. نحن يعني وسط عدد كبير من الاتحادات، وسط عدد كبير من الدول، يجعلنا يعني نحاول أن نبرز سمات دولة تشاد، نحاول أن نقدم أقصى ما يمكن أن نقدم لنقول نعم هذه تشاد. هذا هو الكم الهائل من الطلاب التشاديين بالسودان. الطلاب التشاديين بالسودان يعني عدد لا يستهان بهم. خرجنا العام الماضي قرابة 86 طالب، واستقبلنا 95 طالب، والعدد الكلي للطلاب يعني قبل الإحصائية الأخيرة
750 طالب نتوقع. 750 طالب جديد. نعم، 750 طالب جديد. جميل. في السودان. ومع القبول الجديد نتوقع أن يرتفع هذا العدد لأكثر من هذا، لأن صراحة الاتحاد والسفارة لهم يعني مجهودات تذكر في استقطاب الطلاب أو في يعني إيجاد قبول للطلاب التشهديين حتى سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. فجهودنا هذه إن شاء الله لن تذهب سدى ونستقبل عدد كبير من الطلاب. جميل. ده بالنسبة لعدد الطلبة التشاديين، عرفنا عددهم الآن في السودان حوالي 750 طالب تشادي في جميع المستويات. نعم. جميل جدا. حدثنا بالنسبة للكليات والمجالات البدرس، غالبا البدرس فيها الطلاب التشاديين الذين يتواجدون في السودان. طبعا الكليات متفرقة والكليات متشتتة يعني على حسب القبول الذي يمكن للطالب أن يجده. ونحن تشاهدين أن تحكمنا نسبة الدرجة، وهذه إلى حد كبير استطاعت السفارة أن تتجاوز هذا الحد، لكن يعني أغلب التخصصات المتواجدة هنا هي التخصصات الأدبية زائدا العلمية الحديثة، فمثلا القانون والاقتصاد والإدارة هذه متواجدة بكثرة. أما الآن نخطو خطوة نحو يعني استكثار القبول العلمي، الطب، الهندسة، المختبرات الطبية، الصيدلة، هذه مجهودات جديدة ووجدت قبول. يعني نحن الآن الطلاب التشاهدين بالسودان، كان قبل ذلك يعني الطالب إلا يكون درجة فوق 14 حتى يقبل مثلا الطب أو فوق 16، وهذا طبعا يعني مستحيل رغم الصعوبات في الشهادة التشهادية. فالتخصصات يعني متوفرة بشتى أنواعها، ونحاول نحن نركز على التخصصات العلمية ذلك لحوجة البلد يعني. جميل. بالنسبة ده بالنسبة للتخصصات، عرفنا كون الطلاب التشاهدين الآن يدرسون في جامعات متعددة وتخصصات متعددة. نعم. طبعا الجامعات التابعة للحكومة جامعات كثيرة جدا. نعم. في السودان والجامعات الأهلية جدا. هل غالبية الطلبة ذكرتم 750 بدرسوا في الجامعات الأهلية ولا في الجامعات الحكومية؟ أولا كمعلومة الجامعات السودانية الحكومية هي 36 جامعة سودانية حكومية. 36 جامعة. 36 جامعة حكومية سواء داخل الخرطوم أو حتى في الولايات خارجا. أما الطلاب التشاهدين يعني يقبلوا غالبا في الجامعات الحكومية، لأن الاتحاد والسفارة عندما مثلا يقدمان فرص للمنح يعني الحكومة لا تعطي منحا مثلا في الجامعات الخاصة إلا أن تعطي في الجامعات الحكومية. صحيح. والقبول غالبا هؤلاء الطلاب الغالبية منهم يتواجدون في الخرطوم. يعني نحن الآن عندنا 428 طالب يتواجد بالخرطوم. أما البقية فيتوزعون عبر بورسودان وعبر أغلب الجامعات اللي متواجدين فوق الطلبة الجديدة. أغلب الجامعات، الجامعة التي لها مثلا القدح المعلى هي جامعة أفريقيا العالمية. جامعة أفريقيا العالمية حيث يوجد بها أكثر من 250 طالب. ومثلا النيلين، المدرمان الإسلامية، المدرمان الأهلية، القرآن الكريم، الرباط الوطني، الأحفاد، هذه يعني يتوزع فيها الطلاب التشاهدين بقلة، لكن الغالبية تتركز في جامعة أفريقيا. أين نصيب الجامعة الكبرى والجامعة العجوز جامعة الخرطوم؟ جامعة الخرطوم الآن يعني بدأنا ندخل فيها. جامعة الخرطوم غالبا هي لا مثلا الدخول فيها يكون بدرجات عالية، وهذا ما ينقصنا نحن، يعني درجاتنا غالبا تكون درجات شحية. فالعام الماضي وجدنا 3 قبول، واحد في زراعة، واحد في القانون، واحد في الأداب، لكن يعني نظرا للتكاليف الباهظة لجامعة الخرطوم والدفع يكون فيها بالدولار، فالطلاب التشاهدين يعني ما لهم فيها حظ كبير. بالنسبة للجامعة، الجامعة يعني تختلف التخصصات، مثلا الطب يعني 10,000 دولار في الخرطوم السنة، ومثلا الماجستير 15,000، الدكتوراه 30,000 دولار. 30,000 دولار يعني قرابة 17 مليون جنيه، فهذا لا يمكن. ايوه. يعني هل في طالب في بدرس دراسات عليا في جامعة الخرطوم؟ لا على حد يعني احصائياتي لا اعتقد ذلك. جميل. سيادة السفير، بالنسبه لنا احنا تحدثنا عن السفاره والعمل الذي تقوم به، لكن لم نتحدث عن الجاليه. حدثنا عن الجاليه التشاديه المتواجده هنا في الخرطوم وعلاقتكم بها. الجاليه التشاديه هنا في السودان عامه وفي الخرطوم خاصه. نعم. جاليه كبيره جدا، وزي ما تعرفون التداخل القبلي والتداخل الأسري عميق جدا بين البلدين، ولذلك من الصعب أنك أنت
تستطيع أن تقول أن هؤلاء الأشخاص هم تشاديون. يعني تجد أن الشخص الواحد تجد ممكن ربما عنده جنسية تشادية وعنده جنسية سودانية. يعني كما هو أن القانون يسمح أن سكان الحدود أن يمتلكوا وثائق بين بلدين يعني بدون أي اعتراض. ولذلك تجد هنا جالية عندنا تقريبا جالية كبيرة جدا، وهنا خرطوم وعموم سودان تقديرات حسب التقديرات مقدرة في حدود 3 إلى 5 مليون يعني تشادي أسلوا من تشاديين. لكن تستطيع أن تقول أن الحولائي هاجروا منذ السبعينات والستينات، وبعد منهم هاجروا في الآونة الأخيرة في الثمانينات والتسعينات نتيجة الجفاف ونتيجة الحروب التي حدثت في بلدنا. ولذلك هؤلاء تأقلموا بوضع السوداني وبجو السوداني، والجيل الجديد بدأت يتكون من شباب ربما لا يعرفون عن تشاد شيئا إلا الاسم، ولكن عائلاتهم وأسرهم وأسرهم لا يزالون يرتبطون بالوطن، وإحساسهم لا يزال يعني إحساس تشادي نوعا ما، ويترددون معنا في السفارة. وهؤلاء نحن نعملهم كجالية تشادية. جميل. أنت حاليا سيادة السفير بتقول لي عدد التشاديين أو عدد الجاليات التشادية المتواجدة في جمهورية السودان بصفة عامة تتراوح ما بين 3 مليون إلى 5 مليون تشادي متواجد في السودان. نعم. هل هذا العدد الكبير وهذا الكم الكبير عندهم أوراق ثبوتية؟ حقيقة الأغلبية لديها أوراق ثبوتية سودانية، لكن إحساسهم إحساس تشادي. لذلك تجدهم يترددون السفارة، وحتى أولادهم إنما يتخرجون يعني أغلبهم يذهبون إلى تشاد لبحث عن العمل وفرص أخرى. تمام. لذلك يعني لا تستطيع أن تقول أن هؤلاء كلهم تشاديون، لكن هناك أيضا تشاديين مجموعة يعني قليلة أو مجموعة صغيرة لا يزال تحتفظ بحويتها التشادية وموجود حاليا، ولها يعني إقامة ولها يعني أنشطة تجارية مرتبط بالسفارة، لكن هذه أقلية يعني حقيقة لا تقاس يعني قليلة جدا. جميل جدا. لكن إذا كان تشادي مولود في السودان وهو من قائد كتشاك كما فات وبدور جوا السفر وبدور وثائق ثبوتية، هل السفارة ممكن تسهل لي عملية الحصول على الجواز؟ نعم بتبع نعم السفارة عندما يتقدم شخص بثبوت بوثيقة ثبوتية من أسرته أو من حتى شهود عينية، نستطيع أن نستخرج له يعني بطاقة القنصلية أو شهادة الميلاد. ولذلك من هذه الوثيقة استطيع أن يستخرج أيضا جواز سفر تشادي. جميل. لكن في إشكالية سيادة السفير، في إشكالية في بعض التشاديين الذين التقينا بهم قالوا عندهم إشكالية في عملية الإقامة، عملية الإقامة التشاديين المقيمين في السودان بيقول لك يدفعوا إقامة سنويا، يدفعوا الإقامة إقامة السكن، ونحن من المعروف قديم لدينا أن السودان وتشاد ليست لديهم إقامة، فالإشكالية دي كيف الآن تواجهكم في السفارة؟ حقيقة إجراءات الإقامة وإجراءات الدخول والخروج عندها لوائح الدولة السودانية مثل أي دولة أخرى، وأيضا مرتبط بعلاقات أو اتفاقيات ثنائية بين بلدين، فتشاد والسودان على علمي لم يكن هناك اتفاقية بين وزارتين، بالذات وزارة الداخلية وزارة الوزارة الداخلية وزارتين الداخلتين السودان وتشاد لم يوقع أي اتفاقية لتسهيل إجراءات الإقامة بين المواطنين بين بلدين أو الإعفاء من الإقامة ولذلك تجد عندما هناك ليس بغياب الاتفاقية بين البلدين الحكومة السودانية تطبق إجراءات واللوائح القانونية المعمول بها على كل الأجانب. يعني جميل. وأنت بصفتكم كسفير تشاد موجود هنا في الخرطوم،
هل حاول كونه تحل المشكلة دي؟ هل حاول يوم من الأيام كونه لابد تتصل بالسلطات التشادية عشان تجي السودان ويعملوا توقيع إفاءة التشادين من الإقامة؟ نعم أنا قابلت هنا مسؤولين السودانيين، وقبل أن أقابل المسؤولين السودانيين منذ وصولي اجتمعت بكل شيوخ وعمد جاليات التشادية وتكلموا عن مشاكلهم وعن صعوبات التي يواجهونها بطريقة أو بآخر مع السلطات السودانية. وبالمقابل أيضا قابلت المسؤولين السودانيين بما به يعني المسؤولين كبار، وتكلمنا بهم واطلعنا أن هناك لا توجد اتفاقيات بين دولتين. ولذلك أنا ذهبت إلى تشاد وقابلت وزير الداخلية في مكتبه وقلت له أن تعمل لنا زيارة في السودان ولابد من توقيع الاتفاقية. كان أعتقد أستاذ محمد حسن كان هو وزير الداخلية قبل الأستاذ علي سليمان، فقابلته وقال لي هيجي إن شاء الله ويوقع الاتفاقيات، لكن للأسف هو تغير. والآن طبعا الإدارة هي الاستمرارية، مفروض صحيح. الوزير الداخلية الآن يعني يبادر بالزيارة وتأتي تحل حل هذه المشاكل، لكن أيضا مشاكل هناك وزير، ربما نحن عندنا وزير الداخلية وزير الأمن العام والهجرة. وزير الأمن والهجرة كان جاء هنا تقريبا في شهر 11 والحمد لله التقى بالمسؤولين والتقى يعني زميله وتحدثنا في الموضوع، فموضوع كان يعني إلى حد ما يتدخل في الناحية الوزارتين يعني وزارة الأمن والهجرة ونفس الوقت وزارة الداخلية صحيح. لذلك تحتاج إلى تنسيق وإلى إنعقاد لجنة المشتركة بين بلدين لمناقشة مواضيع كهذه. رئيس الاتحاد بالنسبة لك أنت، بالنسبة للكلام ده سمعته من السفير، وطبعا الكلام اللي بتألق بالإقامة بتألق بكل كتشادين حتى بما فيه الطلبة. نحن ننتقل إلى المحور الثاني ونتحدث فيه حول بالنسبة للطلبة المتواجدين هنا في جمهورية السودان. المنح التي تقدم لكم، هل حقيقة أن الطلبة التشادين الآن يعملون معاملة الطلبة السودانيين في الجامعات، ولا الكلام ده كلام ورق بس بنسمع به دائما؟ سؤالك بتمثل في محورين، الأول هو إعفاء الطلبة التشادين من الرسوم أو معاملة بالمثل، والسؤال الثاني عن يعني برنامج المنح. ففي السؤال الأول حق معاملة الطلبة التشادين بالمثل، ففي حقيقة الأمر يعني ده كلام ورق، هي كانت اتفاقيات موجودة سابقا، كان في عهد الوزير أحمد جدة كان جوقع اتفاقية، وهذه الاتفاقية كان معمول بها في بداية الأمر يعني استمرت لسنة، كان منهم من عمل بالجنيه السوداني، ولكن حتى هذه الاتفاقية يعني ما وجدت مصادقة يعني زي ما بسمى الراتيفيكاسيون، يعني هي ما صدق عليها حتى تكون سارية المفعول، بانتظار أن يأتي وفد ويفعل هذه الاتفاقية وإلى أن انتهت يعني، وثم بعد ذلك الوزارة ألغت يعني. الآن أغلب الجامعات، هي كل الجامعات الآن لا تعامل الطلبة التشادين بالرسوم السودانية، بل تعاملهم بالدولار، والدولار يعني ربما 3 أو 4 يعني أضعاف الجنيه السوداني. فحقيقة ما في معاملة للطلبة التشادين بالجنيه السوداني، ونحن ناشدنا وكتبنا خطاب، وكذلك جانا أمين الدولة بالتعليم العالي دكتور حسين مسار وسعى مباحثات في الكلام ده، لكن إلى الآن يعني يحتاج إلى وفد خاص يأتي ويفعل هذا. وكانت السفارة تكتب خطابات، يعني هي دي مجهودات خاصة مثلا، وحتى الاتحاد بكتب مرات يعامل الطالب، يعني مثلا نحن في الاتحاد كان كتبنا خطاب يمكن يعامل ويمكن لا، ومرات السفارة كان كتبت كذلك، لكن في بعض الأحيان يعني لا يجدوا هذا الأمر صدى. يعني الكلام ده واقعيا كما واقعيا كده، يعني احيانا مجامله السفاره وكتبت رساله كونه الطالب فلان وابن فلان سجلوه ببلاش ممكن يقبلوه، ممكن يقبلوه يعني احتراما للسفاره، احتراما للسفاره، اما كون شيء ده موقع حقيقه بين الوزارتين لا. ايوه يعني كون انت تشيل ورق وتمشي قدام اي جامعه مثلا تقيف انا شادي عاملوني بجنيه سوداني، ده ما فيه. ثم السؤال الثاني عن برنامج المنح، برنامج المنح
يعني في طلاب تشهدين مقبولين بالمنح هنا في 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 السودان، لكن المنح دي ما منح رسمية عبر الوزارة، هي منح عبر الاتحاد والسفارة. السفارة عندها اتفاقية أو عندها يعني معاملة مع جامعة أفريقيا العالمية إنه كل سنة يقبلوا لها عدد معين من الطلبة، فنحن بالتنسيق مع السفارة بنقوم نجهز الملفات ونقدمها لجامعة أفريقيا. وكذلك بعض المنظمات التي الاتحاد مسعى لها، مثلا بمجهود الخاص منظمة رعاية الطلاب الوافدين دي المسؤولة من الاتحادات الأجنبية هنا، وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية، ففي مجهودات فردية وهيدي بتستوعب القبول العام الدرجات العادية. وحتى كان الوزير لما جاء من الدولة بحث، فهو بحث في جانب بتعلق مثلا بالطلب المتفوقين، يعني هو نعم الوزارة دائرة منح لكن دائرة للطلب المتفوقين. أما نحن قبولنا بيستوعب الطلبة حتى الدرجات العادية غير المتفوقين. جميل. أيوة. جميل جدا. أظن سيادة السفير عايز يضيف حاجة حول يعني سيادة السفير، أكيد الكلام ده أنت برضك سمع به وأكيد ما دام موجود أنت بتسمع به، أنا دائما من واحد لو جاي من من تشاد بدور بدرس هنا في السودان، لما تمشي الوزارة ولا تمشي السفارة بقول لك خلاص أنت أمشي السودان هيعاملوك معاملة الطالب السوداني في السودان، لكن لما تجي تصطدم بالواقع الكلام ده ما موجود، الوزارة بتوجهك لكن الكلام ده لو جيتني ما مطبق. أنتوا كسفارة أكيد الكلام ده شعرتم، بحدثنا عن الكلام ده. هو حقيقة علاقات بين الدول هي بي 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 بتعمل عن طريق الاتفاقيات. صحيح. وإذا كانت هناك بغياب الاتفاقيات أعتقد الدولة المضيفة لا تستطيع أن تعمل أكثر أن عاملك معاملة أجنبي. صحيح. ولذلك نحن حسب علمي ليست هناك اتفاقيات وقعت بين الوزارتين لتعامل الطالب أو إعفاء من الرسوم أو حتى معاملته كطالب سوداني. ولذلك لأن هذه الأمور كلها مثل ما قلت الأمور مرتبط بإقامة الأجانب بطريقة يعني بطريقة عامة يعني نوعا ما. صحيح. فتجد أن حتى الإقامة يدفع يعني طلبة يدفع رسوم دراسة رسوم أعتقد سنوية للإقامة. ونفس الشيء الدراسة أيضا تحكمها اللوائح والقوانين الدولة. صحيح. ولذلك إذا كانت الدولة زي دولتنا تشاد أو وزارة التعليم العالي لم تبادر بتوقيع اتفاقيات وبزيارات متبادلة ومتابعة هذه الاتفاقيات، فمن الصعب أنك أنت يعفاك أو يعاملوك معاملة طالب السوداني. لكن الآن احنا سعينا أعتقد قبل 3 أسابيع كان أمين الدولة بالتعليم العالي أخ دكتور مسار فزارنا والحمد لله يعني فتحنا الموضوع وناقشنا مع الجهات المعنية الأخ الوزير الدولة للتعليم العالي في السودان، ونحن طرحنا الموضوع والآن الموضوع في أعتقد قيد الدراسة. جميل. في قيد الدراسة وأعتقد نحن يعني عندنا أمل كبير أن تنحل هذه المشكلة قريبا إن شاء الله. يعامل التشادي معاملة الطالب نعم. السوداني. نعم نعم. بالنسبة للتشاديين الموجودين هنا في جمهورية السودان أكيد السفارة أيضا عندها علاقة بالطلبة التشاديين. أنت بصفتك كسفير تشاد منذ أن جيت اليوم تقريبا سنة كاملة، شنو تقييمك العام بالنسبة لطلابنا التشاديين المتواجدين في جمهورية السودان وفي المؤسسات وتعليمهم؟ حقيقة أنا كنت سفير في ليبيا وكنت سفير في الجزائر، فأنا أشيت بحقيقة اتحاد الطلبة هنا اتحاد منظم جدا واتحاد لها أنشطة ثقافية وأنشطة أكيد يعني أنشطة التي ترفع سمعة تشاد وصورة تشاد في الخارج. ولذلك برغم إمكانياتهم البسيطة لديهم مبادرات ولديهم جرع لفعل الأكثر، وهذا هو المطلوب. تمام. كطالب يعني كمستقبل إنسان يعني موظف للدولة مستقبلا وكمسؤول مستقبل للدولة لابد من بدء العمل وإلى جانب دراستك تعمل أنشطة وكاتحاد تجمع كل الطلبة بدون أي يعني اعتبارات أخرى. فنجد هنا أنا وجدت في الجزائر يعني
ربما اتحاد الطلبة في الجزائر كان يعني حقيقة اتحاد طلابنا في الجزائر، أنا يعني من التحديات الكبيرة أنا وجهت وحاولت أكثر من كنت سنتين، أنا سنتين وأكثر حاولت أن ننظمهم، لكن للأسف الشديد ما قدرت، لأن فيها نوع من التقسيمات ونوع من السرعات بين المجموعات، فلذلك يعني ربما يعني إذا قارنا يعني اتحاد الطلاب في 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 الجزائر وهنا يعني في فرق كبير جدا جدا يعني. وهذه النقطة. نقطة أخرى، احنا ربما لا نحدد أن الطلاب تشاديين فقط، أن 700 طالب أو 650 أو 600 طالب هنا في جامعات، هناك أيضا نجد طلاب الخلاوي التشاديين الذين يأتون بالطريقة غير الرسمية عجيب. ويدرسون هنا في مراكز التحفيز القرآن والتفسير العلوم الدينية، ولذلك نجد ربما إذا حسبنا العدد كلي يتجاوز أكثر من 2000 طالب. من طالب ومن تلميذ ومن طالب شؤون المعاهد الدينية. السودان الآن لا يوجد فقط طلاب العربوفون زي ما يقول، هناك الفرنكوفونيين، كثير من الفرنكوفونيين جاءوا سجلوا في الكليات العلمية وبالأخص كلية الطب. عجيب والله. والآن عملوا يعني كورسات اللغة الإنجليزية والآن يدرسون في الطب سنوات، يعني تقريبا بعض منهم حتى تخرجوا يعني. ولذلك يعني الآن يعني خاصة العنصر النسائي، ولذلك الطالبات بالذات يعني تجد كثير من العائلات تبعث نتيجة الضوابط الأمنية والضوابط الإخلاقية في السودان هنا يعني للطالبات يعني أكثر ضمان من أوروبا ومن أي دولة أخرى، لذلك كثير من العائلات يبعثون أولادهم وبناتهم للدراسة هنا حتى لو كانوا فرنكوفونيين. جميل جدا. أيها السادة المشاهدون، نحن الآن موجودين في مدينة الخرطوم، الآن نحن في مدينة الخرطوم واستطلعنا بعض الطلبة التشاديين المتواجدين في الخرطوم والذين يدرسون في مختلف الجامعات، حول انطباعاتهم للدراسة في السودان وما هي المشاكل التي تواجههم ومن ما هو المطلوب. نتابع معكم هؤلاء الطلبة ونرجع نتابع هذه الحلقة، ابقوا معنا. أنا وجه الرسالة لوزارة التعليم العالي أو لكل الناس القائمين في الدولة هناك المختصين بالتعليم، أن يلقوا لنا حلل. إحنا كطلاب تشاديين في السودان يعملون كتعامل سوداني، أنه إذا كان إحنا طلاب تشاديين وأن السودان يقول لا فرق بين الطالب التشادي والطالب السوداني، حتى في الكليات بعملونا إحنا تشاديين كسودانيين، يعني ما فرق بين الطالب تشادي وسوداني. طيب إذن ليه إحنا في هناك علاقة بين تشاد والسودان، قبائل مشتركة وكل حاجات العلاقات وكذا مشتركة، فإحنا نطلب من التعليم العالي أو من الدولة أن يكون هناك اتفاقية أنه يعمل الطالب التشادي كطالب السوداني. وهناك اتفاقيات كثيرة، جاء الرئيس التعليم الوزير مرتين ثلاثة هنا وما عملوا اتفاقية، وكل مرة لما أنت تمشي الجامعة تقول أنا عندي اتفاقية داير تعملوني الطالب التشادي زي الطالب السوداني، هما بقول لك لا الاتفاقية دي ما مفعلة. فإحنا نطلب من التعليم العالي أو إذا كان أو من الدولة في أقرب فرصة يلقوا لنا حل، لأن الطلاب التشاديين هنا قاعد بعانوا. إضافة إلى ذلك بالنسبة للإقامة، إحنا هنا قاعدين في السودان، السوداني بيقول التشاديين سودانيين، ما فرق بين الطالب التشادي والسوداني. طيب إحنا ليه ندفع في السنة ما يقارب 2 مليون سوداني، ما يعادل قريب 20,000 تشادي. فطاني نضرب أنه هناك يعني من السفارة التشادية في السودان هنا أن تكون علاقة السفارة مع علاقة الطلاب التشاديين، لأن مرات تمشي السفارة التشادية يعني ما بتلقى وجه كويس، يعني بعض الطلاب بمشي السفارة التشادية والسفارة ما بتقابلهم بوجه سمي، إلا إذا كان أنت عندك معرفة مع الأشخاص اللي في جوا السفارة بعملوك بتعامل خاص، لكن لو ما بتعرف تمشي هناك يعني بعملوك بمعاملة يعني ما كويسة. فنظلم من أنه باقي الدول، يعني إذا مشيت مصر أو الجزائر أو بعض الدول، يعني هناك علاقة حميمة بين السفارة والطلاب. طبعا الدراسة في السودان يعني ما بسهولة الإنسان اللي بتوقعها دي،
كان في البداية توقعنا أن الدراسة في السودان دراسة سهلة وبإمكانيات بسيطة الإنسان بدرس، لكن عندما جينا اصطدمنا بالواقع، جينا لقينا الدراسة معاملة بالدولار، كل الجامعات معاملة بالدولار. عندنا بعض الاتفاقيات الوزارة وقعتها، لكن عندما تصير الاتفاقية وتمشي يقول لك الاتفاقية ما مفعلة. المفعلة منه للوزارة تفعل، للسفارة بتفعل. من حيث المعيشة، المعيشة كان في السابق معيشة يعني بسيطة، الطالب بسهولة بقدر بيش، لكن الآن يعني كل شيء بقي صعب، وما لقينا المساعدة من الوزارة ولا من الدولة ولا من السفارة. السفارة موجودة في السودان صح، لكن ما عندها علاقة بالتعليم بالجامعات أو بالدراسات العليا. لا حتى حاليا في الطلبة الموجودين هنا ما بعرفوا السفارة وين أو السفارة ياتي، لأن ما عندهم بقى علاقة، بهمهم اللي الأشياء تجوم بطريقتهم الخاصة. ده بالنسبة لعصوبات في الدراسة. ثاني، نطالب من الوزارة أن ترسل وفد لتفعيل كل الاتفاقيات تساعد الطالب التشادي. يعني يقول لك الوزير ده جاء سوى اتفاقية، هم هنا في السودان يتكلموا بكون الشغل ده مضينا، اتفاقية مضينا خلاص، يعني ممكن محتاج متابعة لفترة من الزمن. البتابة ياتو الطالب ما بقدر بتابع، والوزارة كلمته فاتت. يعني هنا قاعدين يعني في حالة صعبة شديد. نطلب من وزارة التعليم العالي أن تسارع في الموضوع لتفعيل كل الاتفاقيات. وهم السودانيين بيقولوا في منح دائما بتمشي للدراسات العليا أو للتعليم الجامعي، لكن المنح دي تقطع لأشخاص، والأشخاص هم لا يستطيعون المجيء إلى السودان أو لا يرغبون في المجيء إلى السودان. أنا نطالبهم أن يطل المنحة للذي يستحقها، سواء العربوفون أو الفرنكوفون. عند النية الذي يستطيع أن يدرس هنا يطل منها. أولا يعني في صعوبات شديدة، يعني صعوبات كثيرة في يواجه طلاب في السودان، خاصة من ناحية إقامات وخروج وعودة وتسجيل الأجانب. يعني مشاكل كثير، مشاكل تسجيل الجامعة جامعات بالدولار، يعني حسي بيها بالدولار. زمان كان يعني كان في اتفاقيات ما مفعلة، لكن قال ما مفعلة، ما أعرف تفعيل من واقف من أي جهة، من جهة السودان ولا من جهة من جهة السودان، ما أعرف. لكن أكبر مشكلة أن يواجه حسي الطلبة إقامة وتسجيل، تسجيل الطلبة في جامعات سودانية يعني بنظام الدولار، بقيمة الدولار ب4000 دولار، 5000 دولار في بعض الكليات. وقبول الطلبة يعني يدوروا درجة عالية، يعني مثلا درجة 18 يعني يدوروا جيد جدا أو ممتاز يعني في شهادة ثانوية قبول هنا. وده نادر جدا في طالب جادي يعني تلقاه في جاد ينجح يجيب مادة 18 حتى يدخل في جامعة، ده مستحيل ذاته طبعا. وهنا يعني ما يقبلوا إلا تجيب كلية 18 بعدها تخش في كلية طب مثلا وهندسة وبعد كلية ثانية. وعشان كده أنا نطلب من وزارة التعليم العالي يعني يحاول يحل هذه المشكلة. يعني أهلا وسهلا بكم مجددا. طبعا أيها السادة المشاهدون، تابعتم وإيايا الطلبة وانطباعاتهم حول جمهورية السودان والدراسة التي يقومون بها والمشاكل التي تواجههم. بالنسبة لرئيس الاتحاد الآن، نحن نتكلم عن المشاكل الطلبة التشاديين المتواجدين في السودان، ونتكلم عن إشكالية الإقامة وإشكالية الإعفاء عن الرسوم. الآن حدثنا بالنسبة لأنشطتكم في الاتحاد، ما هي الأنشطة التي تقومون بها في الاتحاد خلال العام؟ أنشطة الاتحاد هي تكون مثلا عبر دورات مختلفة. أريد أن أذكر أنه يعني دورة الاتحاد سنة، يعني يأتي مكتب ويشتغل فترة سنة، ثم يعني نعمل انتخابات جديدة، ثم نجدد مكتب جديد ليشتغل فترة عام آخر. فأنشطة الاتحاد هي تتمثل في عدة محاور، مثلا الأنشطة الثقافية، الأنشطة الأكاديمية، الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الإعلامية. فمثلا يعني لو أخذنا مثلا أنشطة جانب الأنشطة الثقافية، تكون هناك ليالي وأمسيات ثقافية، زيارات مثلا على سبيل المثال، يعني تسجلنا زيارة مثلا للقصر الرئاسي هنا، المتحف القصر الرئاسي، كذلك مثلا يعني إقامتنا في الساحة الشهيرة، الساحة الخضراء، أيضا أقمنا فيها مثلا أمسية ثقافية. كذلك يعني السودان تمتاز بساحات واحات جميلة طيبة، يعني عدة ساحات، مثلا منتزه راما،
دي من جانب الأنشطة الثقافية. كذلك نبعث طلابنا أو نشجعهم على المشاركة في الأنشطة التي تقام في الجامعات. فمثلا في جامعة أفريقيا العالمية هناك موسم يسمى الموسم الثقافي. فالموسم الثقافي ده موسم بتكون فوق كل النشاطات الثقافية. فالطلاب التشاهدين ولا فخر يعني كانوا من الأوائل. مثل الآن يعني الموسم الأخير حزن المركز الأول في الشعر، وكذلك في جانب الخطابة كذلك فزنا بالمركز الأول، كذلك في الدراما السياسية يعني. وهذه أريد أن أنوه وأشير أن الأنشطة التي نقوم بها في المدارس تجد صدى هنا في الجامعات. يعني إعدادنا مثلا الطابور الصباحي، يعني الآن نحن نمتاز بكوننا يعني نتأقلم سريعا في البيئة السودانية. ذلك لأن النشاط الذي نقوم به في المدارس يعني هو نشاط هو موسع هنا، والطالب التشهادي اكتسبه قبل ده، فخلاص لما بجي بس بحاول بيتطور، على عكس الطلاب الدول التانيين اللي بجوا بلقوا صعوبة في التأقلم مثلا لغة وكده. ثم مثلا الجانب الرياضي لدينا فريق كرة قدم يعني يجاري أو يباري مثلا على مستوى القارة الإفريقية هنا، لأن المباريات غالبا تكون بين دول مثلا تشاهد السنغال تشاهد الكاميرون كده. ففريقنا يعني ما شاء الله العام الماضي كان في دوري الوافدين، طلاب الوافدين لم يوفق لكن خرج في الدور نصف النهائي. وكذلك في دور السماك الذي نقيمه نحن كل عام يعني فاز بالدور الكاس. دي كل هالأنشطة اللي بتقوموا بها. أيوة. من جانب الأكاديمي، جانب أقصد من جانب الدورات التدريبية، هل عندكم دورات تدريبية؟ الدورات التدريبية نعم عندنا وبكثافة. ذلك أن السودان يعني تمتاز بالمراكز الثقافية، وكذلك تمتاز بالمدربين الأكفاء. فنحن في الاتحاد حديثا الآن أطلقنا مشروع تأهيل المتدربين. مشروع تأهيل المتدربين ده الآن يستمر لشهرين وأكثر. نحن في كل يوم سبت بنقوم أمسية تدريبية في عدة مجالات: التخطيط الاستراتيجي، التنمية البشرية، التواصل الفعال. فنجيب مدربين سودانيين أكفاء يدربوا لنا الطلبة التشاهدين. هسه حاليا ختمناها بدورة تدريب المتدربين. في نهاية الأمر الطالب بشله شهادة تدريب مدرب، ببقى هو ذاته متأهل. نحن فكرتنا في الكلام ده نخرج متدربين، يعني خطينا لنا عدد كده حوالي 30 متدرب دارين نخرجهم. المدربين ديل بس ما يشتغلوا لين هنا في الاتحاد حتى ما أمكن نأهلهم أكثر، وحتى يرجعوا لنا لتشاد يعني يكونوا متدربين لإخوانهم الطلاب التشاهدين في البلد داخل يعني. جميل جميل جدا. خلينا نحن نتكلم مع سيادة السفير بالنسبة. أيوة. لسيادة السفير أن نحن المجالات اللي بتشتغل فيها السفارة ما هيش مجالات محددة، مجالات سياسية وكذا. في عندك المجال الصحي أيضا، أن احنا اليوم مع السودان عندنا جالية كبيرة جدا من التشاد بتجي تتعالج في السودان، أو أقصد المرضى التشاديين بيجوا بيتعالجوا في السودان كأقرب بلد لهم وعندها كفاءة عالية من بالنسبة للأطباء. حدثنا بالنسبة للناس البجوا للعلاج، استقبال كل الناس البجوا للعلاج، تقديم المعونة لهؤلاء الناس الذين يأتون إلى العلاج مثلا. السودان تتميز بميزة استقبال التشاديين بعدد كبير، و حقيقة من ضمن هؤلاء المرضى، والمرضى عادة بيجوا من عدة طرق، عن طريق البري وعن طريق الجوي. ولذلك نجد عدد كبير من التشاديين تجد في المستشفيات هنا في الخرطوم بالذات، وبعض منهم ربما يجوا في المناطق الحدودية الجنانة، وبعض منهم في الفاشر مثلا، حتى في نيالا يتعالجون ويرجعون. وحقيقة عدد كبيرة جدا تجي، وعادة عندما يكون هناك مثلا اتفاقيات ربما ثنائية كان أصبحت يعني واقعية مع وزارة الصحة العامة التشادية ووزارة الصحة هنا في السودان، فنجد ربما تسهل كثير من معاناة المرضى التشاديين. لأن الأغلب المرضى الذين يعني يأتون هنا يأتون لمستشفيات الخاصة. ولذلك إذا وجدت اتفاقيات ربما المستشفيات العامة وخاصة سلاح الطبي وبعض المستشفيات يعني المعروفة تستطيع أن تعالج بتكاليف يكون أقل. ولكن للأسف الاتفاقيات الآن لم توقع. وسودان طبعا
عملت كثير في مجال الصحه في 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 في, في تشاد. ومن ضمن هذه النشاطات عمل يعني قافلات صحيه، من ضمن اخر قافله كان بقياده الوزير الصحه نفسه في اعتقد في في شهر مارس 2000 لا فبراير اعتقد 2016. ولذلك يعني نجد هنا كثير من الاخوه يعني يثنون من معامله المرضى تشادين. وحتى المرضى تشادين نفسهم عندما ياتون الى السفاره يعني لا يشتكون من اي شيء، اذا فقد مثلا نتيجه عدم الالمام بالوضعيه الإقامة ودعية الدخول والخروج. فنجد كثير منهم عندما يأتي الوزارة أو بالأحرى السفارة السودانية بعطي مثلا إقامة لمدة شهرين، وربما بعد شهرين أنت بتعمل بالتجديد إذا كان مثلا يعني الطبيب يعني لم يتخلى عنك، يعني تستطيع أن ممكن تتمدد فترة العلاج. وهذا يحتاج إلى تمديد الإقامة. والإقامة وصولها صعب. والإقامة لا ليست صعبة، لكن للأسف الشديد كثير من الإخوة لعدم الإلمام هذا الإجراء فلا يتبعون إجراءات القانونية. مجرد ما أنت تأتي في الأسبوع الأول لابد من تسجيل في 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 الجهات المعنية، بالأخص جهات الشرطة والجوازات. حدثنا عن التجارة المتبادلة بين تشاد والسودان، إلى أي مدى وصلت هذه التجارة البينية؟ أولا التجارة شقين، الشق الرسمي والشق الغير الرسمي. فالشق الرسمي أعتقد إذا كان هناك مثلا بين حكومتين اتفاقيات بشركات مثلا حكومية بتذهب تستثمر في تشاد، والتشادية أيضا تأتي السودان تستثمر في السودان. فهذه الاتفاقيات للأسف الشديد تنقصنا، ونحن جارين لتعزيز هذه الاتفاقيات. لكن إقامة الغير الرسمية أو التجارة الغير الرسمية هي تجد هي الأكثر يعني متداول وأكثر يعني متعارف منذ سنين يعني بين السودان والتشاد. ولذلك تجد هنا الآن تجد شركات خاصة تسحب إلى السودان إلى تشاد، أكثر منها يعني تستثمر في مجالات مختلفة. وأنا منذ وصولي أعتقد هنا في السودان تقريبا سنة، فقابلت عدة رجال أعمال وعدة شركات لها يعني إرادة قوية جدا للاستثمار في مجالات تشاد، في مجالات المختلفة في تشاد. لكن على مستوى حتى على مستوى الغير الرسمي يعني تجد الشركات السودانية موجودة ربما نوعا ما، لكن تأثيرها غير ملموسة إلى الآن يعني. ولذلك نناشد هنا يعني الإخوة السودانيين خاصة أصحاب الشركات الخاصة أن تستثمر في تشاد، لأن فيها مجالات يعني متوفرة، دولة يعني غابت عن الصناعة والزراعة وحتى الثروة الحيوانية بطريقة الأسلوب الحديث لذلك يعني نجد استثمار في زراعة، استثمار في ثروة الحيوانية، واستثمار في مجالات الصناعية هي بتفيد البلد، ونفس الوقت بعائد مضمون للمستثمرين. فيا ريت ان احنا نستفيد الساده المشاهدون، يا ريت نستفيد من الخبرات السودانيه. السودانيين لديهم خبره كبيره جدا في مجال الثروه الحيوانيه، وده حتى الدول العربيه بتشيد بالكلام ده. السودانيين لديهم خبره كبيره جدا في مجال الزراعه، استطاعوا ان يستثمروا الأراضي، حتى الأراضي الصحراوية استطاعوا أن يستثمروها. فنتمنى أن احنا نستفيد من الخبرات السودانية. معالي السفير، سيادة السفير، أن احنا بالنسبة لنا أن احنا تحدثنا مع السودان، كل حاجة لمسناها في السودان، كل حاجة بتتعلق بين العلاقات بين تشاد والسودان وما يخص توقيع الاتفاقية، نقول لك الاتفاقية دي ما مفعلة، التعليم الآلي الاتفاقية ما مفعلة،
الإعفاء عن الإقامات ما مفعلة، مجال الصحة ما مفعلة، السبب شنو بقى الاتفاقيات ما مفعلة بالنسبة لك أنت كرجل كرجل ممثل كمان رجل ممثل السفارة؟ هل كون الوزير اللي فات إذا كان الوزير اللي جاء بعده ما بيتابع الحدث، ولا العملية جاي منين؟ هو حقيقة لا نستطيع أن نقول أن الاتفاقيات كلها غير مفعلة، يعني هذا ربما جزاف يعني إلى قلنا هذا الحد، فنجد يعني أكثر مثل يضرب بها حتى على مستوى الإقليمي حاليا القوات المشتركة. صحيح. فناحية الأمنية دي هي يعني ناحية الأمنية هي أعتقد من ضمن أنجح التجارب. صحيح. قامت بها الدول يعني بين تشاد والسودان، يعني في ناحية تشكيل قوة مشتركة وثلاثية أيضا قوة مشتركة بين تشاد والسودان وأفريقيا الوسطى أيضا. نعم. فهذه هؤلاء يعني يؤدون دورهم حقيقة. صحيح. قوات الأمن والشرطة والجيش يعني لديهم وفرت يعني أمني مهم وهو الأساس التنمية. صحيح. بدون الأمني من المستحيل أنك أنت تبدأ بمشاريع تنموية. فهناك اتفاقيات قديمة موجودة، وهذه الاتفاقيات تحتاج إلى تفعيل. كل اتفاقية لها يعني مدة محددة، وهذه المدة إذا انتهت يعني لازم الجانب الآخر أو جانبين يعبران على تجديد أو إعادة تفعيل هذه الاتفاقية. صحيح. فنجد مثلا المتابعة، يعني احنا ينقصنا حقيقة مطابعة وإعادة تفعيل تلك الاتفاقيات من جانبنا نحن بالذات. آي. فالآن تقريبا أكثر من 10 سنوات لم تعقد لجنة المشتركة بين بلدين، وهذا ربما نوع من العقبة الوحيدة التي لم يعني نستطيع أن نتجاوزها لتفعيل كل الاتفاقيات. الآن نتحدث مع رئيس الاتحاد حول التحديات اللي ممكن تواجه الطالب التشادي الموجود في السودان، ما هي التحديات وكيف نزيل هذه التحديات، أو ما هو المطلوب القيام به لإزالة هذه التحديات؟ سيادة رئيس الاتحاد بالنسبة لكم أنتم أكيد أصلا سمعنا وتابعنا الطلبة تحدث وكونوا عندهم تحديات ومشاكل بتتابعهم، لكن نحن دارين قبل ما نختم تحدثنا عن التحديات اللي ممكن تواجهكم 1 2 3 وشنو المطلوب من الشات عشان تقوم به لتفعيل تلك أو لإزالة تلك التحديات. تحديات الطلبة التشاديين بالسودان هي غالبا يعني تحديات أكاديمية بالضبط بالدرجة الأولى، فبعضها شلنا يعني أثناء الحديث كده، من ضمنها هي المعاملة بالجنيه السوداني، يعني معاملة الطالب التشادي بالمثل يعني. ثم كذلك يعني يا حبذا إلغاء برنامج الإقامة الذي هو الآن يعني ارتفع لأكثر من 120%، يعني قبل ذلك يعني قبل 3 شهور كان مخفض، الآن صار 3 أضعاف فيما كان سابق. هذه أيضا واجهة أخرى، والطلبة التشاديين بالسودان ككيان مثلا في اتحادهم أيضا تواجههم مشاكل. من ضمن هذه المشاكل التي تواجه الكيان الذي يجمع الطلاب التشاديين بالسودان مشكلة كون أن يمتلكوا دار يعني دار الاتحاد العام للطلاب التشاديين بالسودان. نحن الآن صح نمتلك دار، لكن هذه الدار التي نحن فيها إنما هي بالإيجار، يعني مطلوب من الدولة أن توفر لنا دارا، أن تسعى لحل إقامة الطالب التشادي في السودان، أن تسعى لمعاملته كأخيه الطالب السوداني. جميل. أن جميل. تخصص لنا عبر السفارة أو أي شيء ميزانية لنشاطات الاتحاد. الآن ننتقل إلى سيادة السفير. سيادة السفير، أظن أن احنا وصلنا إلى الكلمة الأخيرة في هذا البرنامج. سيادة السفير، ما هي الكلمة الأخيرة التي تريد أن توجهها أو الملاحظات عامة قبل أن نختم الحلقة؟ أنا أوجه أولا وجه الإخوة المسؤولين يعني مستويات مختلفة في تشاد، أن بالأخص الوزارات المعنية بالذات وزارة الأمن وزارة التعليم العالي وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الصحة، كلها يعني هؤلاء أشخاص لابد من إعادة نظر علاقتنا في مجالات المذكورة في مع السودان يعني بالذات، وبالتالي لابد من إعادة تفعيل هذه العلاقات ومتابعة يعني هذه العلاقات
لأن السودان لها إمكانيات كبيرة جدا، ولابد من محاولة استفادة من هذه الإمكانيات، والسودانيين إخوة مستعدين في كل شيء. جميل جدا سيادة السفير، نشكركم سيادة السفير. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، والتي قدمناها لكم من مدينة الخرطوم العاصمة السودانية. طبعا تحدثنا في مواضيع كثيرة جدا، ولكن الإشكالية الموجودة حاليا الآن فهمتها من السفير وفهمتها من الطلبة، كونه في بعض الاتفاقيات وقعت بين تشاد والسودان اتفاقيات قديمة عفى الزمن عنها محتاجة إلى تجديد، وفي اتفاقيات هي أصلا اتفاقيات وقعت بالأسماء الأحرف الأولى بس لسه ما أكملت الإجراءات المطلوبة حتى تنفذ هذه الاتفاقيات. فمثلا وزارة التعليم العالي، حتى الآن وزارة التعليم العالي في تشاد بتقول لنا الطالب التشادي لو فات السودان بعاملوا معاملة الطالب السوداني. كلام ده ما صحي، كلام ده ما صحي، لأن الأرض الواقع الآن أي طالب تشادي جه السودان بدور بدرس بيقول له ها تدفع لابد بالدولار، والدولار صعب جدا، فلا بد وزارة التعليم العالي تجي السودان عشان تفعل الاتفاقية. كل طالب تشادي جه السودان يدرس زيه وزي السوداني، الكلام ده ما مفعل. بالنسبة لوزارة الداخلية التشادية أو وزارة الأمن العام والهجرة، حتى الآن ما لقت حلل للطلبة التشاديين اللي بيدرسوا في السودان يعملوهم معاملة بالمثل، بمعنى يعفوهم عن الإقامة. فبأن السوداني إذا كان موجود في تشاد أعفي عن الإقامة، فلا بد أن يفعلوا تلك الاتفاقية حتى يستفيد منها الطلاب التشاديين والجالية التشادية بصفة عامة المتواجدة في السودان، تسكن بجوازاتها موجودة، وثائق صح ثبوتية موجودة، لكن يعفوا عن الـ عن الـ عن, الـ عن الإقامة. وزارة الصحة أيضا جاء وزير الصحة أو الأمين الدولة في الصحة وقبل أسابيع، ويشكر أمل بعض الـ 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 الأنشطة كويس جدا، وأن إحنا محتاجين تفعيل تلك الاتفاقيات حتى يستفيد منها الأطراف المعنيون. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ غانم أبكر علي إمام رئيس اتحاد الطلبة التشاديين المتواجدين في مدينة الخرطوم. أهلا وسهلا بك وشكرا، نشكرك. جزاك الله خير إن شاء الله. كما نشكر الضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو سيادة سفير جمهورية تشاد بالسودان الأستاذ صالح حامد هيجرا. سفير جمهورية تشاد بالسودان، نشكر سيادة السفير وحضورك معنا. أشكركم أيها السادة المشاهدون، وتقبلوا تحياتي من العاصمة المثلثة مدينة الخرطوم العاصمة السودانية، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في حلقات أخرى من برنامج قضية للحوار. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ودمتم في رعايته.